تقديم الخدمات، وحاول احاول حل الازمات. وزع لفات فات في مقالب كل الحلقات، وزع لفات فات في مقالب كل الحلقات. انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب، والله انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب. انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب. ويا خفنا من خدماتي فيها دوائي ومصايب، ويا خفنا من خدماتي فيها دوائي ومصايب. انا في خدمة الزملاء يا ناس والاهل والاقارب، الله والله أنا خدمة الزملاء والأهل والأقارب. أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. لكن أصبر يا جمعة، أصبر أصبر يا سلمان. انزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع، انزل تحت 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 في الأرشيف، في الأرشيف في الأرشيف، تنزل تحت 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 يا جموع، تنزل تنزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع. اسمع يا سلمان، ايش عندك يا جمعة؟ انا نسيت اقولك استاذ سلمان، لكن مستعد اتذكرها، بس ارجوك ابتعد عني، ومستعد ابتعد عنك بعد. على العموم انا بعطيك فرصة ثانية علشان تفكر فيها. انت بالله عليك ليش ما تستغل هالفلوس هذه في شغلة شريفة تغنيك عن الذل؟ خلي عنك هالكلام الحين واسمع مني. لا شفتني ولا شفتك، لا اتصلت بي ولا اتصلت بيك، علشان المسألة هذه تبقى سر بيني وبينك. هذا وعد مني. إذا باي 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 حبيبي. والله حالة والله حالة، في حد يأمن على زقاير ضد الحريق؟ احنا ما قلنا شيء، أمنوا أبوي أمنوا، لكن تولع فيهم النار، هذه بعد غريب. لكن ما أقول إلا الله يشفيك من شرور نفسك يا سلمان. السلام عليكم. أشوفك بروحك، وين الجماعة إذن؟ خير؟ إيش فيك؟ إيش مزعلنك؟ أكيد متورط في جواب غرامي أنت. خلينا في حالي، خلينا في حالي يا جماعة أرجوك. حسان مزعلنك ولا شيء؟ هو انا اشوف حد منهم الا شرده شرده دائما من الشغل شرده. اكيد بيشردوا، شركه بدون مدير مثل الشاي بدون سكر. جماعه روح عني، انا مو فاضي لك. ايش فيك؟ هل يكون هدو داي سويت فيك مقلب وخذت غيرك؟ فال الله ولا فالك؟ لا 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 لا، المساله تبغى لها جلسه الظاهره. مالك يا سعيد؟ ايش فيك؟ ايش فيك يا ولد حلال؟ خبرني.
انا مسكين ايوه مسكين. تعال 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 لا يكون متورط بمشكله ماليه. تراجم مع حاضر اطلب بس كم تبغي. هات. ما عندي والله. على ايش فيك حاط ايدك في جيبك؟ حطيتها على الفاضي. اضحك يا اخي الدنيا يا تعيس تعيس لا مال ولا حلال ولا اهل. يا اخي قلنا لك الانسان ماله غير نفسه يا سعيد. هذه في الكتب اللي تقراها بس. تقدر تقول لي كيف انا اقدر اتزوج هدهد في حياتي؟ ومن هدهد هذه بعد؟ هدهد هذه هدهد. مساء الخير يا سهودة. قصدي يا سهودة. نورت الشركه يا انسه. كيف حال الوالده؟ انا جاي اسال عن ابوي. رايح للمخازن والحريق. اي مخازن واي حريق. تصور يا جمعه ابوي من ذيك الليله لحد اليوم ما رجع البيت. يا ريت تعرف السابل وعديم الضمير اللي تسبب في هروبه. وس وس احفظ لسانك لا اقول لها مين هدهد. ايش السالفه؟ ما في داعي ما في داعي. عاد تسب وتلعن بعد. وانت ايش يضرك؟ يا اخي في ناس طيبين يسبوا ويلعنوا وانت عاد ما شاء الله الطيبه طايره من عيونك. وين ابوي؟ نعم نعم ابوش في واحد يشتري اغراض بخمسين الف ويرميهم في بلوى في حلوه قصدي في حجرة. لا هو حجرتي أنا بعد مشكلة. وين أبوي يا جمعة؟ اطمني اطمني أنا سهودة أنا بدور عليه في كل مكان وبضرب الأرض يمين وشمال لين ما ألقاه. هذا طلع أعير من سلمان بعد. مستحيل مستحيل أنا أشوف دمعة حزن على عينك. مستحيل ما أرضى. وأنا بصراحة ما راح أنسالك الجميل طول عمري يا أستاذ سعيد. سعيد؟ سعيد وبس. أنا أسعد إنسان في الدنيا اليوم. لا إله إلا الله. البنية وأبوها غايب وحزينة علشانه وأنت أسعد إنسان في الدنيا. قصدي أنا أتعس إنسان في الدنيا. هي ليش؟ علشان أبوك مثل أبوي. نعم مثل أبوي. ما أحلى أن الناس تصير أخوة. يعني طلعت أخوة. والله معجزة هذه. ولا في المعجزة هاي لا ولا في الأفلام بعد. حكمتك يا رب. قصدي مثل اختي مثل اختي. ايه مثل اختي. انا فكرت مثل الافلام يعني. لا يا جمعة انت غير معقول. ضحكي يا انسة ضحكي ضحكي في شيء احلى من الضحك. انت ما اول واحدة يضيع ابوها. في ناس كثير ضاعوا اباهم. حد سافر وحد هاجر وما عرف يرجع وحد توكل. لكن الله سبحانه وتعالى ترى ما ينسى عبده ابدا. وانت؟ انا ابوي ضاع من زمان. ضاع لما اتولدت وقبل لا انولد بعد. اي نعم لما جيت انا طلع ولما شافني عزم ما يرجع. يا سلام على السهودة ضحكتك وايد حلوة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا انسة نجوى. اهلا بك منورة الشركة. الاستاذ سلمان ما جي الشركة ولا كيف؟ بصراحة الشركة متبهدلة. انا اقول لو جمعة يمسك مكانه لما يرجع. لا 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 لا. ليش لا؟ بصراحة جمعة معها حق. إحساسه إحساس نبيل يخاف على مشاعرنا. لأن إذا صار هو مدير العام أكيد أبوي ما بيرجع. معناته إن إحنا ما راح نشوفه. وينك بس يا أبوي؟ وينك؟ كان 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 معاي البارحة. شفته البارحة؟ أيوة. وين شفته؟ تكلم. ها؟ في الحلم شفته في الحلم. نعم كان لابس أسود في أسود ونظارة سودة وزار أسود وجيوتي أسود وكان الليل أسود في أسود. وقال لي. إيش قال لك؟ قال لي قول لهدى تقول لأمها إني بخليها سنة سودة على رأسها. إيه نعم نعم. وكانت حواليها كلاب سودة بعد وخلاف نزلت ستارة سودة. وقمت أنا من النوم خايف وحصلت الدنيا سودة بعد. إيش هذا حلم؟ وصدقيني أنا ما أعرف أفسر في الأحلام يعني ما فسرت قبل الحلم يعني. يلا عن إذنكم يا جماعة وإذا في أي خبر عنا أرجوكم تتصلون فينا البيت. أنا قلت لك اطمني اطمني إن شاء الله اليوم ولا بكرة ولا في أي ليلة سودة أقصد عوك تلساني جمعة بنلقى إن شاء الله بنلقى. يلا مع السلامة يا جماعة. أوصلك ما أوصلك. أنت جالس هنا ولا على بالك شيء؟ أنا؟ أنت إيش سويت؟ في إيش؟ يا جماعة لازم تتصرف. سيف مضايقني وقادر اضحك على امي وابوي. المهم انت يا نجوى. انا لازم توقف ضد سيف وتحقق لي كل شيء. يعني كيف اسرق؟ اذا انت ما تريدني واللي يريد واحده يضحي عشانها. يعني اعمل مستحيل يا نجوى.
إذا كيف تثبت لي والأهلي والسيف والدنيا إنك تحبني؟ ما كفاية قلبي يا نجوى؟ ما قلت لك إن هذا زمن العقل؟ يا جمعة أنت لازم تجي تقابل أمي وأبوي. وليش؟ لأنهم ناس يقولوا لك على حاجات كثيرة. نعم نعم. يا جمعة أنت لازم تتصرف. أتصرف؟ لا ما في داعي. إيش بتسوي؟ بسوي اللي سويه علشانك يا نجوى، اللي طول عمري ما سويته، وأتمنى من الله يسامحني بس. عظيم يا جمعة، يا ريت أعرف إيش بتسوي. بكلم عمي صالح على موالي في البلاد، شوف يمكن نقدر نبيع المزرعة اللي خلاك في أبوش. إيش معنى كلامك هذا؟ خبرني إيش معنى كلامك. حد يفرط في أرضه؟ لا وزراعية. أنت نسيت إن إحنا عايشين من الأرض هذه؟ نعم، رواتبنا وما تكفينا، خيرنا وشرنا، مرنا وحلونا من هالأرض يا ولدي. لا تبيع. لكن يا عمي. لا لكن ولا شيء، خلي عنك انت السوالف، القهوة. بصراحة يا عمي أنا ناوي أتزوج ومحتاج الفلوس. سمعت زي الحين أنا لما أزوج بنتي تفكرني بحتاج الفلوس؟ لأنك ما راح تدفع يا عمي، بتاخذ. ما كان أحسن حلاوة الثوب رقعت منه فيه؟ لا راح تركض يا ابن اللي حمد. لا شاريكم بعد يا عمي. الله يهديك، تصدق انا اعز فاطمه وايد. الله يعلم، وبعدين هي ترامه اختي، والزواج قسمه نصيب. نصيبك اسود ونصيب عمك اسود ونصيب فاطمه اسود من الاسود بعد. يا انت الظاهر شفت الحلم معاي، اسود في اسود. عيشتي انا اللي صارت سوداء. يا ليتني سمعت كلامك ولا كلام الدكتور. لا ورجعت لصحتها بعد. الحمد لله يا عمي. هاي الصحه هذه بعد يا يمه، الطبيب قال لي لا تضايقها، لا تمرض وتروح فيها. ايش اسوي الحين انا؟ خبرني بعد. ايه تسوي بعد يا عمي الله يهديك؟ ايه تسوي انت الحين؟ الحمد لله بخير وعافيه. اقول لك ضايقني منطف عيشتي. وهنا هي الحين هي وفاطمه هين ماشيين؟ راحوا هني يزوروا حد من الجيران هني. المهم خلينا نغير السالفه لا يسمعونا بعد. يلا هي تفول. وبعدين يا عمي وبعدين ايش؟ سالفه الاراضي انساها، لا تجيب طاريها ابدا. وايش اسوي في مشكلتي زين يا عمي؟ ايش اسوي؟ مشكلتي ايش يا ولدي يا يمع الله يهديك؟ انت من تتزوج ما تحتاج تصرف شيء. نعم الارض هاي بتنفعك على طول الزمن، على الاقل بتاكل لقمه منها وبترتاح يا ولدي. المهم كيف اتصرف الحين؟ كيف اتصرف يا ناس؟ يا امي ما يصير تطلب شيء فوق طاقته، هو ما يقدر. سكتي مالش خص. اسمع يا ولدي، احنا مالنا شغل، كيف تتصرف ما يخصنا، المهم ان احنا نطلب وانت تنفذ، ولا تبغانا نتصرف معاك بعد؟ يا جماعة الخير، القفير في ممسكين ويشلوا اثنين. لا حبيبي لا، تشيله بروحك. قفير، حجلة، ولا حتى مريا الهريس، تشيله بروحك ابوي. يا عمي ما اقدر اشلك بروحي. نعم؟ اقصد ما اقدر اشله بروحي، ما يستوي. جمعة، اسمع الكلام. بس يا نجوى ما بصراحة يا ولدي، سيف ما يسوى ظفرك. بس سيف عنده فلوس. كتس كتس كتس. مو عشان كذا انا اريد ابيع اغلى ما عندي، لكني خايف من الزمن. الزواج هالايام ما لعبه، وايش هذا اللي انت جايبينه معاك؟ هذا الله يسلمك يا ابن معي هاي الهديه لكم، قلت ما استوي اجيب يديني فاضي يعني. سيف ولد اختي لما يجيب معاه اشياء واشياء، حتى جوانيب. عليك نور يا عمي. ما دام انك انت شاري نجوى وهي شاريت انك، ما مهم الفلوس. كلامك حلو. المهم الأخلاق. أحلى كلام. المهم كم تدفع. كلام بايخ. بايخ أحمر أسود ما مهم. لا أنت الظاهر باين عليك شفت الحلم. يا جماعة خليك مع أمي وأبوي ولا تبتعد عن الموضوع. أنا ما معاهم ولا يمكن أكون معاهم أبدا. إذا بتكون مع من؟ مع ربي. وأبوي. إيش هذا؟ ما في غير حبتين لا؟ لا. برد حالك وبرد حال عمك. هذه هي ها؟ غاوية هذه هي ها؟ ما عجبنك؟ ما أعرف عاد المقاس كيف نمرتك، ما أعرفها. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالد شيل شيل على فؤادك وفؤاد زوجتك وبنتك، شيل. سلام. هذا أنت؟ إي نعم، هذا أنا. وأكيد جاي تخطبها حضرتك. طبعاً جاي أخطبها. اسمع يا أستاذ، أنت تضيع وقتك، أنت تضيع وقتك. هذول اللي شايفهم ديلا قدامك هذول الشفاطات شفاطات. اسمح لي خالي، اسمح لي. أنا عارف أنا واحد منكم وبيكم، أنا من العائلة. هلا تخلوني أطلع الكلام اللي ما ينقال قدام الأستاذ.
لا انت الظاهر زودتها باين عليك. لا زودتها ولا شيء. اسمع انت اسمع اسمع المفيد، تعرف الهدايا هذه الهدايا بكم انا ماخذنهم؟ هذه الهدايا الله وكيلك ب 500 ريال، انت عندك 500 ريال تشتري على الهدايا هذه؟ نعم عندي. وينهم؟ انا عندي. اه 10 ريال عندي والحمد لله 10. نعم عندي 10 ريالات. يا استاذ انا قلت لك انت تضيع وقتك، نجوى خلاص انا اشتريتها بفلوسي هي وامها وابوها وهم موافقين. وانا ادف سلعه عشان يشوفوا من اللي يزيد. لا انت زودتها جمعه احسن منك واغلى منك وبيسعدني اكثر منك، ما كذا يا جمعه؟ انت ادرى يا نجوى ادرى. ولسانك الطويل هذا لو زودته بكلمه بقطعه. لا كذا انت مقصود ما تسوى تسمى سيف. قطع لسان وانت سيف؟ والله ما يستوي هذا. يا خالي ايه انتوا ساكتين ما تسمعوا؟ بس فالحين تبطلوا هالهدايا؟ ما كفايه اللي اعطيكم اياه؟ اما انا يا سيف ما بتزوج غير جمعه، وجمعه بنفذ كل طلباتنا. ها؟ ايه ايه صح ايه. انت؟ مساء الخير يا استاذ جمعه. استاذ الناس قالبين عليك الدنيا وانت جاي هني، هدى وموز هناك يدوروا عليك. عارف عارف هدى جاتني هناك الشركه وسالت عني. وانا اضطريت اكذب عليها وقلت لها اني شفتك في الحلم بس. صحيح الحلم اللي كله اسود في اسود. ايه اسود في اسود، وبعد شويه نشروا عنه في الصحف والمجلات. انا اصلا بعد ما شفت حلم مره واحده. كل هذا علشان اني وعدتك بس. لكن تعال كيف عرفت ان هدى جات سرت عليك؟ ما قلت لك يا جمعة اني انا وراك ومثل ظلك؟ انت؟ انا السعادة السعادة يا متورط. انت بالله عليك ايش تريد من انت؟ بعدين تعال ايش سالفة كل شوية طالع لي من مكان؟ ايش عندك؟ انا والله ممكن اطلع لك في اي وقت. نعم؟ ما كان المفروض ابدا انك تزعل انسه نجوى. وبعدين يا اخوي اهلها عندهم حق، يعني يبغوا يامنوا مستقبل بنتهم. يعني ايش هالالاف اللي طلبوها منك؟ هذه ولا شيء. وبعدين نجوى تبغى تفتخر بيه قدام سيف، سيف اللي كله فلوس. هو عليك هو عليك. حتى هذه عرفتها بعد؟ انت احمد ربك يا جمعه. احمد ربك انك تتزوج وبتسوي الفرح في اكبر فندق، هذه غير احتياجات البيت الزوجي والاشياء الاخرى، وانت تعرف ان هذا هو الزوج اللي يتحمل كل هذا. عارف عارف لا تذكرني عارف. قول موافق يا جمعه وبتحقق كل احلامك. بالغلط احققها؟ بالضمير الميت؟ باللعب على القانون؟ تفتكر هذه نقاط ممكن تحقق لك السعاده؟ لا يا حبيبي لا، انا غير مقتنع. بالعكس يا جماعة بالعكس، هذه هي حرفة الشطار. وبعدين أنا قصدي هدف نبيل أقدمه علشان تتزوج اللي تحبه. أي لكن الوسيلة رخيصة وحقيرة بعد. وهذا الشيء جديد عليك يا جماعة؟ هي كل مقالبك ذاك ولا نسيت؟ تجي تكحلها تعميها. وبعدين أنا يا جماعة جاي أخدمك وأخدم نفسي في نفس الوقت، يعني ما ممكن أضر نفسي أبدا. سلمان وبعدين معك هذه فوازير ولا ايش؟ اسمعني يا جمعة، الحظ واقف قدام بابك، لا ترده وبعدين تندم يا صاحبي. اي حظ هاي اللي تقول عليه انت؟ بالنصب والاحتيال يا عاقل. اي نصب واي احتيال؟ قلت لك هذا شغل، شغل ومضمون 100% وبالقانون بعد. انت ما تريد تتزوج نجوى؟ ايش قلت يا غني يا مليونير بيزنس؟ موافق؟ موافق. موافق. انت دائما تغطي وجهك وتحاول تطيحني. ما علي ما علي يا سعدون، تحمل ترى يجيب الهدايا عشان نعرف انه هو صح. خلي بالك خلي بالك. مساء الخير يا عمي. انت جمعة؟ وانت يا عمتي من جمعة؟ الله ايش هذا يا جمعة؟ هدية علشان ارضيكم بس.
هذه أكيد هدية عظيمة. أهلاً وسهلاً يا جمعة. جمعة ولدي، إيش فيها هذه الهدية؟ أنتوا قولوا عاد. سيارة. سيارة؟ أنا أقدر أشيل سيارة. أثقل أثقل أثقل. إيه. طيارة. طيارة؟ وليش فاتحين مطارحني؟ إيش هذا يا جمعة؟ لا 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 لا، هذا شيء ثاني. لازم الغالي نهديه الغالي. وعلى فكرة يا جماعة، أنا مستعد أنفذ كل طلباتكم. فلوس، ذهب، أنا جاهز من الإبرة إلى الجمل. ما قتلش يا أمي إن جمعة بيفديني. لا، مستعد أنفذ طلباتنا، وأحسن من سيف بعد. من سيف هذا؟ بلا سيف بلا بطيخ. أرجوك أرجوك لا تجيبي سيرة سيف هذا، حتى اسمه صار يلوع. جمعة وبس، جمعة وبس. إيش قلت يا عمي؟ لا 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 لا، أنا ما أتنازل، جمعة وبس. أحسن تسكت يا عمي على تندم بعدين. افتحها يا ولدي، افتحها وفرحنا وفرح نجوى معانا. افتح افتح، وانتوا أحرار. من لم يمت بالسيف مات بالتنكر. كيف؟ أقصد بالهدية. يلا أبوي استعدوا. ها، بسم الله، نفتتح الهدية. يلا بسم الله. لحظة، استعجلوا لا استعجلوا. لحظة لحظة لحظة، مسكين هذا. لحظة يا جماعة، استعجلوا. لحظة يا جماعة، بعدها يا جماعة. أكيد داخل. عم تشيلي هذا. أكيد داخل. شيلي هذا الخالي. شيلي هذا. المفاجأة الثمينة. من وين؟ من وين؟ من وين؟ أيوة أيوة. نحن مستعد. ايش هذا؟ افتكرنا جمل، طلع فار. لا يا عمي، هذا كلب ما فار. لا تقول صحيح يا عمتي، هذا كلب محترم، مو كلب اي كلب. هاي ولد حلال، كلب ابن كلب اصيل. ايه، وخايف عليه هرب، حطيته في كراتين ولا لا؟ هي المساله بصراحه ما كان مربوط بسلسله، فخفت انه يعضني يعني. يا جمعه خليك من الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. الحين بيوصل سيف وبيقطعنا كلنا. زين زين أبوي، شوفوا عمتي العزيزة، عمي، أنتوا عليكم تطلبوا وأنا أنفذ. طلبوا وبدون حساب، وأنا أدعي عليكم الله ينتقم منكم إلى يوم الحساب. نعم، طلباتكم. شوف عاد، يا ترى من وين تجيب كل هذه الطلبات يا جمعة؟ ما هو من الأغراض اللي يعني بنحرقها وبن يعني بن نعم. إيش سالفة هالأغراض؟ أقصد يا نجوى، خير ربنا كثير، وأنا علشانك مستعد أسوي أي شيء. متى تقدم الشبكة؟ أول ما نحرق أمك وأبوك وسيف إن شاء الله. إيش؟ قصدي أول ما نحرق الأغراض يعني. إيش هذه الأغراض؟ سجاير. أنت تدخن؟ أعوذ بالله. إذن إيش سالفة السجاير أنت ماسكنا والحريق؟ يا نجوى يا نجوى، ما لم يتحقق بالكفاح وبالسيف يتحقق بالجنون، وما دام اني وافقت اني اصير مجنون ومجنون في حبك، فمعناته ان لازم نتبع المجنون لحد شركة التأمين، حتى ولو حرق البيت كله واللي فيه، احنا بناخذ بيت جديد غيره. ايش رايك انت الحين في وعيك؟ من انا ولا هو؟ من هو؟ انا اللي اقول عليه يعني. جمعة تكلم زين. لأن هو يريد يرد الجميل فيقوم ويحرقني، لكن النار ما تحرق المؤمن. لكن بالله عليكم، حد يرمي 50,000 ريال في الهواء؟ بطران بطران ومجنون. لكن اللي ما يتعب على الفلوس ما يهم، حتى لو طارت واحترقت. لكن ما دام 50 بيصيروا 100 و200 و1000، ما عندي مانع أن أحصل على الربع. ها إيش رأيك أنت؟ يعني أنا غبي يعني غبي؟ أقول لا حشاك. سلامة عقلك. كيف يعني؟ أنا مجنون يعني؟ جمعة. نعم. متى تتكلم جد وتقدم الشبكة؟ أقصد تتقدم للخطبة. لما استلم إن شاء الله. وتقولي لي متى عاد؟ الله هو أعلم. بعد دي بسأله. تسأل من؟ صاحب السجاير. من صاحب السجاير؟ اللي أنا بسأله. جمعة، أنت تريد تجنني؟ ما هو لا يمكن يصير له بهالطريقة هذه يا نجوى، صدقيني. الفلوس الفلوس على شيء أحسن تدوس، وتطلعك فوق فوق، وتزوجك أحسن عروس، وتطلعك فوق فوق. الباب مفتوح، الباب. وتزوجك أحسن عروس. هذا بيت جمعة. كراتين وحالة لا يكون جمعة.
رهيب يا موسي. هذا الصوت مفصوت جمعة، صوت غريب. حرامي لحقوا على ناس حرام. بس 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 من حرام يا خلفان، من حرام هذا انت؟ وانت ايش تسوي هني؟ وبعدين ايش هذه الكراتين هني؟ ايش هذه؟ وانت ايش يخصك انت؟ مالك دخل. بس سكت. كيف ايش يخصني مالي دخل؟ حرامي حرامي. سكت سكت. لا اطلب لي الشرطة. سكت. اطلب لي الشرطة؟ والله فوضى، البيت بيتنا ويجي الغريب يطردنا منه؟ عجايب يا ناس. اي بيت اي بيت واي خرابيط انت جالس تخرف انت؟ انا الخرفان يا الخرفان؟ انت الخرفان؟ انا ابو نبهان. اصلا انا جاي بيت صديق جمعه، انت مو خصك. خير يا طير؟ يعني من جمعه؟ جمعه ترى ساكن معايا انا هنا في البيت، والبيت هذا بيتي انا. زين لما اجي جمعه سال. ايه صحيح، وين جمعه؟ يا ربي ايش هذا يا سعيد؟ الحب، الحب اللي من غير امل له اسمى معنى في الحياه. ما فاهم، وضح يا شاعر زمانك. هذه الرسائل اللي كتبتها علشان اعطيها هدهد حياتي. قصدك هدى يعني؟ اسكت اسكت، لا حد يسمعنا. اسكت. ما تعرف يا انسان انت؟ ما تعرف ان الاشياء ما تجوز؟ يا اخي انت انسان رشيد، بعدين هذه حركات صبيانيه. ما دام انك انت تحبها روح اخطبها وتزوجها. المشكله انها ما تعرف شعر هذه الرسائل، انا كتبتها لنفسي. كيف يعني؟ اللهم نفسي ونفسي بس. والرد؟ انا بعد كتبتها لنفسي، قصدي انت كتبت لي. ايش هاي، فزوره ولا ايش هذه؟ لا فزوره ولا شيء، هذه الرسائل اللي كتبتها هدى، وهذا الرد اللي انا رديت على هدهد. هدهد عضك ان شاء الله. يعني هدهد على قولتك هذه ردت على رسائلك من وراء موزة وسلمان؟ اقول لك هي ما تعرف شيء، هذا حلم وانا عشت فيه بنفسي، لا انا رسلت ولا هي قرت. انت اكيد باين عليك صرت مجنون رسمي. ارجوك يا مساعدني بدون فضايح. زين ليش يا اخي تعدد نفسك وتعيش في سراء؟ علشان اعيش. زين يا اخي روح اخطبها من امها وابوها وتزوجها وريحنا. اخطبها؟ هي انا لا مال ولا اهل ولا شيء، ولا مقطوع من شجر. انا تقول لي اروح اخطبها؟ الله يهديك. انا قلت لك 100 مره الانسان بنفسه. بعدين انا مثلك يتيم يا اخي، بس ما معقد مثلك. ما اعقد نفسي. جمعه بلا جمعه بلا بطيخ، الله يهدي. وقايل لي نونو وهدهد وبدبد، وصار اطلع لا بدبد ولا هدهد. انت يا اخي فكرت الرجال ولا فكرت الرجال؟ جمعه بلا جمعه بلا بطيخ بلا سبت. يعني هدى ما تعرف شيء ابدا. ومن وين تعرف؟ بس اكيد حست بعواطفي لما جاءت تسال عن ابوها. ترى يقولوا من القلب للقلب رسول. هات الرسائل. هات. ايش بسوي؟ هات الرسائل، انا دائما اخدم طول عمري اخدمك. انا خدام زملاء. زين ايش بتسوي؟ بزوجك هدى. تسويني اياها؟ الله، يعني كل الخير والاموال بتكون في ايدي. يا سلام. اخ منك انك ما وراك امان. يعني انت تحبها ولا تحب فلوسها؟ احبها طبعا احبها. بصراحه انا خايف منك ومن نواياك، لكن يقولوا اللي يجمع بين اثنين يحصل اجر. يلا. اي بس فهمني ايش بتسوي يا جمع؟ ايش بتسوي؟ بعطيها الرسائل تقراها. وبتقولها انت اللي كتبتها؟ لا طبعا انت اللي كتبتها. ايش، انا اللي بتزوجها ولا انت؟ يعني انا بتزوجها. خلاص خليني اتصرف. اشكرك يا جمعه، يا احلى يوم في الاسبوع. اشكرك عن اذنك. على وين؟ بروح ادور على سلمان، الناس تدخل بيوت من ابوابها. سلمان ما حد ابوي يعرف طريقه غيري انا. وين ابوي يا جمعه؟ وين ابوي؟ انا سهودة، اهلا وسهلا. اكيد انت سمعتيني وانا اكلم نفسي. يعني وين ابوي يا جمعه؟ انت ما شفتي الحين سعيد طالع قدامك؟ سعيد هي راح يدور على ابوك في كل مكان، واكيد بيحصله. يعني وانت كيف متاكد كذا؟ لا يعني كذا، ابوك الحين دخان في الهواء. جمعه هي مهمه مزاجيه تخص الصحه العامه، المهم نستلم بس. انا ما فاهمه شيء. الشنطة أبوي فيها كل شيء، اقرأي وبتفهمي، بس المهم الوالدة ما تشوف شيء. شنطة؟ إيش فيها؟ فيها مراسلات. مراسلات من؟ مراسلات منه هو. هو مين؟ اللي جمع المراسلات. جمعة. مع السلامة. لا 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 يا ابن نبهان، لا
معقولة كل هذا يصير في بيتي؟ كلها منك انت، عطيت ذراع خضباء، هذه هي النتيجة، بيبيع الأرض ويخلينا احنا في الشارع. يا ام نبهان مو بوقته هذا الكلام، مو بوقته. كل ما أكلمك تقول لي أرضه وأرضه وأرضه، يا أخي خليه يبيع أرضه ونرتاح منه وطرده من البيت. لا لا وألف لا، تأبى المروءة أن تفارق أهلها. نعم، وبعدين لا تنسى هذا ولد أخوي وعمر الدم ما يصير مي. وبعدين معاكم، بعدين معاكم، أريد أذكر جالسين تصرخوا والامتحانات على الأبواب. إنسان ليش نسوي مع هذا اللي اسمه جمعة؟ خبريني ليش مستعجلين؟ لما يجي يسألوه هو هنا اللي اسمه أكبر من عقله. خلاص يعني الحين هذا الكحيان يسوي فينا كذاك؟ يعني عاقبنش يا بنتي اللي مسوينا فينا هذا الكحيان؟ كحيان؟ هذه حرفة عمك اليوم بتشي موهبة جديدة في عمي صالح، واخر مواهب انه كحيان. يلا دنيا بعدين نجيكم ابوي بعدي. هل يكون حرامي؟ لكن حرامي شو بيسوي هناك؟ شو بيحصل؟ كيف هذا سلمان اللي مسوى سوالف هذا الكراتين هو يا ابن؟ آيا أحلى جاية هي وهاي وهو. آه. هاي وهو. أنت هني؟ مساك الله بالخير يا حضرة المليونير المحترم. إيش هذا كله يا سلمان؟ تطردني من بيتي وأنا بعدني عايش، الله يهديك يا سلمان. إيش المشاكل تسوي لي إياها؟ خلاص خلاص الشيء كهس. جبت السيارة وطلعت الكراتين كلها في غرفتك، يعني غرفتك الحين فيها 50,000، يعني لو جمعنا وطرحنا وضربنا كم بيطلعوا؟ كم يا سلمان؟ 500,000. مبروك يا جماعة، بأنك بتنام على مليون. أنام على مليون؟ لا، بتنام فوق السطح في الهواء الطلق. كم من شهر يعني تحت الهواء والشمس لحد ما يفرجها الله؟ أه؟ وباقي عمرك بتنام في القصور والفلل. انت فوق فوق فوق، شوف فوق، انت فوق. انا عارف ان فوق السطح، عارف، وطول عمري عايش تحت الهواء وعلى الهواء وتحت الشمس. اسعد ما كذا يا سلمان. ما علي يا جمعة يا حبيبي، ما علي، استحمل، ترى طريق الثراء ما سهل بقى. يا سلمان الله يهديك، انت هذا البيت انا ما بيتي، يا بيت عمي وحرمة عمي اللي لسانها طول طريق مسقط وصلالة. مسقط وصلالة؟ ما علي ما علي، تحملها تحملها لحد ما نحصل فلوس بوليسة التأمين. والله انا خايف تكون بوليسة هاي، ما بوليسة. يا جماعة يا جماعة يا حبيبي لا تكون خواف، وبعدين على كيفك، اذا بغيت نام هنا نام، لكن عاد انا خايف عليك، أخاف الكراتين تطيح فوق راسك وبعدين لا تتهنى لا بالفلوس ولا بالعروسة. صحيح العروسة، إيش أخبارها؟ العروسة؟ المشكلة أهلها كل ما أروح لهم يقولوا إحنا نسينا نخبرك عن أشياء ثانية، يعني لو رحت لهم 10 مرات بخلص السوق كله. أبا ما يخالف باي، ما فيها شيء. كيف ما فيها شيء؟ لأنك أنت جمعة المليونير. جمعة جماعة؟ نعم. شوف باك، شوف فوق شوي، فوق شوي. أنا عارف، لا تأشر فوق، عارف إن السطح فوق، عارف. لا، هذا السحاب، شوف فوق، فوق الكنز، فوق الفلوس، فوق 250,000، أقصد النص، ربع لك وربع لي. الله يشفيك يا سلمان.
أنا أتمنى أعرف كيف بنحرق كل هالسجاير هاي؟ كيف بنحرقها؟ لا باجو، ما احنا ما بنحرق شيء، ما يحترق شيء ابدا. كيف احنا ما مأمنين عليها ضد الحريق يعني؟ والله يا جماعه المصطلح العلمي يقول تأمين ضد الحريق، لكن عاد الفعل شيء ثاني باه. كيف؟ ما فاهم انا. بعدين بتفهم. المهم والاهم انك بكره من اول الصباح توحشك التأمين علشان تدفع اول قسط. تعال خذ هذه 500 ريال عدا ونقدا. انت ما قلت ان 100 ريال في الشهر؟ اي لكن الباقي بزنس فلوس. تعتقد انهم بيوافقوا بزنس؟ لا 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 ما بيوافقوا طبعا. الموافقه ما تجيب سهوله جماعه. يبا اول شيء بيجي يشوفوا المكان ويعاينوا المكان ويجي يجتمعوا معانا ويكتبوا مذكرات واجتماع ورا اجتماع ولجان ورا لجان لحد ما يوافقوا. يا ربي تكون عاد نجوى تزوجت وجابت اولاد ودخلوا الجامعه وتزوجوا ولا لا 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 جمعه لا لا تخاف نجوى ان شاء الله ما بتصير لغيرك ابدا، بس هذه اجراءات روتينيه بسيطه يعني. اسمعني انت اسمع كلامي، مثل ما قلت لك بكره اول الصباح تروح شركه التامين. يلا رابع الكذاب لرز الباب. سلمان. نعم. انت ما احسن لك ترجع لبيتك وزوجتك وبنتك، هذول قالبين عليك البلاد والحاره كلها. لا يا جماعه لا، قلت لك ما برجع الا وانا راسي فوق، وبعدين فلوس موزو هذه انا ما بحتاج لها. والله على كيفك. وساعتها يا جمعه اتزوج مثلك، وما في حد احسن من حد. والله لو ما عينك فارغه يا سلمان، والله عليك في واحد عنده بنيه حلوه عروسه مثل انا سهوته. لازم يا سلمان واحد يعين نفسه طول حياته ويفكر يوم من الايام في سعاده بيته واولاده وزوجته، خاصه انت ما شاء الله عندك بنيه حلوه عروسه مثل هدى. بس لك بس بس يا جماعه كلام في فلسفه مره. ابغاك تروح عند عمك هذا وتسكته وتخليه يبعد عن طريق الاعتبار. عمي صالح؟ ايوه عمك صالح هذا الخربان هذا جاي يسرخنا. حرامي حرامي من حرامي ما اعرفه. جن هذا جن. زين انا بروح له بخبر عن كل شيء ما يهمه. لا لا يا جماعه ليه؟ لا تخبروا عن شيء. انا بقول لك متى تخبر بالضبط، لكن بعد ما نستلم فلوس التامين. فاهم جماعه بقى؟ فاهم. حمد كل كل يا ولدي لا تستحي، انت ما بغريب، انت واحد من هالبيت. انا اكل عمي انا اكل. قال عليك بالعافيه ان شاء الله. تفضل. المثل يقول حابي حمد لق العيون محمد. يعني ايش؟ اكيد هذا موديل جديد عقب الماكينه بها تنزيل. ايش اقصد؟ ماكينه السياره. حمد هذا وقت الكلام في الميكانيكا بعد كل وانت ساكت. انا اسف يا فاطمه، اصلا الطبع يغلب التطبع. ها حد فوق الباب. من هذا بعد جاي الحين؟ زين نشوف من جاي. زين 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 شوي شوي على الباب. السلام عليكم. هذا انت؟ عليكم السلام. تفضل سلمان تفضل اخوي. تعالوا منه كيف وقت انت؟ نعم. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. حي الله ابي معوند اخوي. والله يد فوقتك. ها اعرفكم على صديقي سلمان صاحب الشركه المتحده للمياه الغازيه. ما شاء الله هو المدير وانا كنت يوم من الايام مدير. ما شاء الله. سهلا حمد. اهلا اهلا وسهلا. سهلا هذا. وهذا عمي صالح. عمك صالح. انا عمه. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. مشكورين. احسنتم مشكور. جيتوا في وقتكم جيتوا في وقتكم ما شاء الله عليكم بالعافيه. بدوا يدكم مره. تفضلوا تفضل تفضل ما في داعي. تفضل يا سلمان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم قامش؟ شيء؟ تفضل حمد. اشوفك خلاص ماخذ مكاني ويا لس تلوب. اصلا يا جمعه الاكل هو البنزين لبني ادم والمعده هي الماكينه. الله يعطيك الصحة والعافية يا أخ صالح، بالحقيقة أنت إنسان كريم. نعم. الله يبارك فيك إن شاء الله يا سلمان. يا مريم هذه الأكل اللي في المطبخ كله، عندنا ضيوف لازم نكرمهم يلا بسرعة. يا رب ارحمني يا رب وشيل عني. بالمناسبة يا حمد أنت تغديت؟ أبو جمعة شوفني جالس آكل. اها بسك عاد بسك بسك ما قاصر غير تاكلنا احنا. احبك الاكل واللحم احبك. يا معود اخوي. نعم. ايش سالفه الكراتين؟
لا لا هذا الأخ صالح، هذا مشروع تجاري وهذه أدوات المشروع اللي بيني وبين الأخ جمعة. تمام تمام تمام. الله يوفقك يا جمعة. آمين آمين يا ابن عمي. إن شاء الله إن شاء الله ما توقف عليك في الشارع مرة ثانية. حمد قم اغسل يدينك. قم. أقوم. حمد قم. أقوم. صحيح بس. قوم يا أخي قوم. أقوم. اسمع أنت. يلا يا مريم زرع يلا. حركي. كل يا سلمان يا أخوي كل. كل هاي ترى بيت الكرم والجود وحاتم على الباب. عشان هذا شعر جمعة شعر هذا. الله يجي بس. تفضلوا. جداً يا سعيد، أحبك. هذه صفقة العمر لي ولك يا جمعة. المهم إنك تروح شركة تأمين، وهناك الموظفين ومدير الشركة بيقابلوك ويعاملوك بمودة وثقة. كيف يعني؟ بيستقبلوني بالأحضان يعني؟ لا 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 لا، بياخذ الأوراق منك، وأنا أعطيتك الأوراق كلها جاهزة ومستوفية. ما عليك إلا أنك تشرح لهم مثل ما فهمتك. هذا كل المطلوب مني يا أستاذ. بس اسمع يا جماعة. نعم. المهم إنك توافق على أي طلب أو شروط يطلبوها منك. مثلا يعني إذا طلبوا قسط التأمين كبير ما في مانع، وأنا علي أدفع كل الأقساط، لكن أنت اللي تكون في الصورة. صراحة أعضاء مجلس الإدارة رافضين الموضوع هذا. ليش يا أستاذ؟ كل الأشياء موجودة ونظامية حسب القانون، والحجرة بعدين فيها أطفال وفيها كل حاجة، يعني ما ماشي مشكلة هناك. هي على عيني، لكن أعضاء مجلس الإدارة ما ضامنين هالشيء هذا، يعني هذه سيجارة بتمنع على حريق. زين إحنا مستعدين ندفع كل الأقساط اللي تبغونها، ومستعدين نعمل لكم ليش اللي تطلبونه مننا مستعدين. ايش المشكله يعني؟ انت حاط برنامج حمايه للموضوع هذا؟ لا حاطين. نعم مستعدين، وهذه الاشياء كلها موجوده الاوراق كل شيء فيها. نعم يا استاذ الله يهديك. انا بعرضها على اعضاء مجلس الاداره بشوف ايش يقولون. الله 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 الله، ترى الموضوع يعني مهم جدا، وبصراحه يعني احنا كلفنا وايد يعني. استري كلفنا ان شاء الله. هذه نعم هذه الضمانات اللي قدموها الشركة، وأنا اقترح إنه نروح نعمل زيارة للموقع. نعم. نشوف المخزن هذا مناسب آمن ضد الحريق، ولا بعدين راح نحدد اللي نقول. تفضل أخوي تفضل 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 تفضل. هذا هو المكان. هذا؟ أي نعم. تفضل تفضل. حياكم الله. تفضل تفضل. كي داخل بعدنا كي داخل غيره. أي نعم تفضل. هذا هو المكان. السلام عليكم. تفضلوا تفضلوا. وعليكم السلام. تفضلوا. ها ما علي ما علي ما علي، تحملوا شوي تحملوا. زين في مأمن في مأمن في مأمن. معقول يعني؟ معقول. زين إن شاء الله. زين ما يلا حياكم الله حياكم الله. تفضلوا. باي باي. حياكم الله. نقعد لخطة واحد. حياكم الله. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. حياكم. سامحونا عاد سامحونا أريها. هذا من ريحه كذا قام يكحوا. روح احترق هالكوارتين هاي كلها. ايش بيسوون كان؟ ليش يا اخي ما توافقون؟ كل المشاريع والاشياء موجوده هذه مضمونه يا اخي. حرام عليكم بعد الموضوع هذا. ما ليش ما توافقون؟ ليش ما توافقون؟ هذه كل الاشياء موجوده فيه. كيف يعني؟ ليش ليش اللي يعرف عنا؟ احنا الشباب يعرف عنا. ما عليه يا جماعة، الموضوع ما يبغى شيء. هذا مجرد توقيع بس يعني. لا يا جماعة لا بس. لا يا جماعة لا مش تحاول يعني. مبروك يا عزيزي جماعة مبروك. شفت كيف؟ ما قلت لك انهم يوافقوا اكون موافقوا. اي بس تراهم طلعوا روحي. الا لازم ترى هذه اشراعات، وبعدين اقول لك ترى هالايام التامين رفعوه شويه. اي وقالوا
القصد 200 ريال يبغون. ما عليك يا جماعه ما عليك، انت ما بتدفع شيء من جيبك، انا بدفع. وكلها كم شهر يعني 7-8 شهور ونحصل فلوس التامين نص مليون. واو نجوى يا استاذ نجوى، اهلها مستعجلين. ما عليك من نجوى وما عليك من اهلها، اقول لك اذا كانوا هم مستعجلين ما طلهم بالكلام، ما طلهم هي، انا اعرفهم ذي ما يقتنعوا، لكن شد وخي معهم، كذب وكذب وكذب لحد ما يوقفوا. زين والخطوه الجايه يا ابو الافكار؟ الخطوه الجايه، الخطوة الجاية يا جمعة أتنقص 3 كراتين من هذه الغرفة كل يوم لحد ما ترجع الغرفة إلى ما كانت عليها سابقا. نعم نعم، كيف يعني أنت بتحرقهم ولا بتسرقهم؟ لا أرشفهم. Come on.